صحتك بخير. راكم ان شاء الله راكم عرفتوا بالمناسبه ديال العيد كبير، كيكون عقبال على التوابير بالنسبه لهادشي ديال الاضحيه من الخرقوم والسكنجبير والكمون. ان شاء الله كانوا بكري جدودنا كانوا كيستعملوا شي المهراج وكيدقوا قبال شي شهر قبل يوصل هذه المناسبه ديال العيد، ولكن دابا بحال مع حلول هاد الالات العصريه وهادشي ولا كلشي كيطحن. ديك الساعه بحال الخرقوم كطحنوا ديك الساعه قدامك، السكنجبير، البزار، الكمون، القزبر، البرقوق، الزبيب، اي حاجه كاين مخير. اقبال ممتاز الحمد لله، عطى الله الخير. الناس كتلتجئ للعطريه الحمد لله بخير. كتباع العطريه بنسبه 95% في هذا العيد الكبير هذا، ومن بكري الحمد لله حنا نعدل المسكين مرتفعه، وصراحه نقولوا اثمنه مرتفعه. والبرقوق 80 درهم كان ب 35 درهم، مشماش 150 درهم، الزبيب كان ب 30 درهم دابا راه 45 درهم. يعني اثمنه كاين الجوده. الكمون اللي داير 230 درهم من غير النظر على الكمون ديال مصر وداك الشيء كيكون مر شويه، كيكون هذاك 70 80 درهم. التحميره كتبدا من 60 درهم على حساب الجوده، من 60 درهم حتى 80 درهم، حاجه مزينه 80 درهم. ديال البني ملان، واحد ديال البني ملان، البزار 60 درهم، القزبره معروف غير 30 درهم الكيلو. السلعه موجوده وكاين الاقبال الحمد لله. الحمد لله حنا عندنا مناسبه في العام ممتازه، هما الاسعار كيجيو كيقلبوا التحميره من 50 درهم حتى 60 درهم حتى 40 درهم على حسب الجوده. البزار حتى هو 50 60 على حسب الجوده. الخرقوم حتى هو ثمن مناسب من 40 درهم حتى 50 درهم حتى 30 درهم، كل حاجه والثمن ديالها. كل مثال شحال داير؟ الا الكامول اللي غاليه، الكامول البلديه غاليه ما كايناش. كامول كدير شي 3600 4000 ريال جمله وما كايناش، ما موجوده. هو كيدير الانسان شويه ويتقدر غرض، ما عندناش كاع حبه وحده ما عنديش. اياه البلدي ديال البلاد، الا الرومي اللي كاين ديال مصر وديال ايران موجود وشويه. وقلت لك انا اللي قلت لك الله يجعل البركه وصافي. مر في المارشي هنا عامر، لو كان الرواج انا ما غنهضرش معك. الله اعلم بغيبي واحكامي، وما وعدنا احنا بالنسبه ما كاين غلا. كاين الانسان اللي كان كيجي يدي كيلو من الحاجه ولا العريج يدي لدا 250 غرام اللي تقول لها الحد. وكاين اللي كيدي رابعه من جهه، رابعه كبيره رابعه صغيره، كل واحد على حسب المستطاع ديالو.